السمنة مرض بيهدد الصغار والكبار. بتعرفوا منظمة الصحة العالمية على أنه تراكم الدهون بشكل شاذ ومفرط قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة. بيسجل الشرق الأوسط حسب بيانات منظمة الصحة العالمية أعلى نسبة حدوث السمنة بين سكانه، وخاصة يلي أعمارهم أكبر من 15 سنة. بيتراوح انتشار فرط الوزن بهي البلدان من 74% ل 86% لدى النساء ومن 69% ل 77% لدى الرجال. تتصدر مصر قائمة سمنة البالغين بالشرق الأوسط، بحين تصدرت الولايات المتحدة أعلى مستوى للبدانة بين الأطفال والشباب حول العالم وفقاً لدراسة شملت 195 دولة. أما بالنسبة للأطفال فهن أكثر عرضة للإصابة بالبدانة من البالغين. ارتفع عدد اللي بيعانوا من السمنة بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 4 ملايين طفل عام 1990 ل 10 ملايين طفل عام 2012. عام 2015 عانى حوالي 2 مليار شخص بجميع أنحاء العالم من زيادة بالوزن بين طفل وبالغ، شكلوا 30% من إجمالي عدد سكان الأرض. بينهم 180 مليون طفل وأكثر من 600 مليون، تضاعف انتشار السمنة منذ عام 1980 بأكثر من 70 دولة.